يا صباح الخير، صباح السعادة، صباح الابتسامة، صباح الرزق والعافية وراحة البال وكل الأمنيات الحلوة والجميلة على كل مشاهدينا الغاليين في كل مكان. لقاء يومي بيتجدد معاكم بحلقة صباح النور النهاردة الخميس 21 أكتوبر 2021، وأنا كنت حافظة التاريخ ومراجعاه، بس إسحاق كان عمال فاكر إن أنا بنسى فعمال بيقولوا لي صباح الخير يا إسحاق. طب أنا غلطان يعني؟ لا لا، أنا على فكرة بقول عنك حاجة كويسة، بقول لك بتفكرني. أنا بصراحة هي دي الزمالة الحقيقية. أنا لما بسمع منك الحاجة مش بحس أبدًا أنت عايز تقولي حاجة كويسة، لا. يعني فكري فيا. شفتوا بقى، دي سوء النية وسوء الظن. صباح الناس، صباح الأمل وصباح التفاؤل وصباح النور، ويا رب يوم جديد كله خير وبركة وصحة وسعادة. إحنا بنحب جدًا الأيام لما بتبقى أجازة عشان الشوارع بتبقى لطيفه وجميله ومفيش مدارس ومفيش تكاتك كتير في الشارع واحنا جايين، والدنيا بتبقى لطيفه. تشعري بايه كده وانت نازله كده والدنيا رايقه؟ انا بحب نسمه الهواء بتاعت الصبح، يعني على فكره حتى لا النسمه ما بتتغيرش. لا النسمه بتتغير طبعا. النسمه بتتغير؟ اه النسمه بتتغير. اي نسمه في الدنيا بتتغير. انا بكلمك على الزحمه، ايه ايجاب الزحمه للنسمه؟ شعور نزولك الصبح، يعني وانت نازل كده وهوا ربنا بتاع الساعه 6 7 الصبح كده يخبط فيك. ماشي اوكي. انا ريحه حلوه. ايوه ماشي. ممكن تسيبني اخلص الكلمتين اللي عندي؟ مشاعرك الشخصيه. انا بكلمك على ممكن تسيبني اشرح مش دي مشاعر انا على فكره، مش ممكن اتكلم عن نفسي؟ اتفضل. تسمح لي اتكلم عن نفسي؟ بس بعيدا عن الزحمه ولا مش الزحمه، الزحمه بتوتر، زحمه بتوتر جدا، بتخلي الواحد يخرج عن شعوره. انت تبقى نازل من البيت هادي وحلو كده وجميل ومرتب وعامل في نفسك كده رايح يومك بتبتدي، ونسمه الهواء الصبح تاني الحلوه يعني اللي هي تفوق وتصحصح وتخليك عايز كده تملى صدرك منها، حاجه حلوه قوي. لما الطريق بيبقى فاضي بتكمل، يعني ممكن كمان كل المشاعر الايجابيه تيجي في بالك في الوقت ده. اول ما تتخبط في زحمه ولا في شارع سواء انت سايق او راكب وسيله مواصلات، كل التوتر احنا السلبيه تخرج. ده شعوري. الشباب بتوع التوك توك دول ما بتفهميش، يعني هو بيبقى صاحي او هو تقريبا ما نامش او حاجه كده، يعني هو بيبقى مصحصح بزياده، يعني تبص تلاقيه مره واحده تلاقيه بقى قدامك كده، فتحس انت بتحاربي عشان ما هو بيقول لك انت اللي تحاسب مش انا، انا ماشي وانت اللي تخلي بالك، مش مشكله يعني. بس لا انا بشوف لما بيبقى الجو اجازه لا بيبقى اليوم مختلف ويوم جميل. يعني بس لغايه امبارح بالليل كانت زحمه غير طبيعيه في الشوارع عشان ثاني يوم اجازه. بالظبط. لكن كان في طبعا تزاحم على المواقف بتاعه المواصلات واللي بتروح المدن المختلفه عشان الاجازات. يا رب بتمنى لكم طبعا اجازه سعيده تستمتعوا بيها، ومعاها جمعه وسبت كمان فيكونوا ثلاث ايام الاسره فيها تتجمع، تعوضوا كده ايام كتير ما بتتقابلوش فيها، تجتمعوا على سفره بقالكم كتير ما قعدتوش مع بعض، تاكلوا لقمه حلوه، العيله بقى الكبيره مش العيله الصغيره، العيله الصغيره حتى كمان ما بتتقابلش، لكن ممكن نتجمع كمان مع تيتا وجد وعم وخال وكل الناس اللي احنا ما بنتقابلش معاهم في يومين الاجازه. بس خلي بالكم طبعا عشان كورونا. بس سؤال بقى، انت قلت لهم نتجمع وما نتجمعش في الاخر قلت لهم كورونا؟ ماشي اتفضلي. ايوه يكون حرص يعني. ايوه ماشي اوكي اوكي، هنبقى يعني قاعدين على الطبليه ولا على السفره واحنا عاملين كده يعني ما نتجمعش، هنقعد. المهم طيب مهم. المهم ليه دايما السؤال بقى بتاعي، ليه دايما الحاجه اللي بتجمعنا دايما لما نفتكرها مش اننا نقعد نتفرج على حاجه ولا نقعد نتكلم، دايما اجتماعاتنا مربوطه بالاكل؟ يعني انا بقى سؤالي، العيله لما بتتجمع هنتغدى ايه النهارده؟ تيتا عزمانه على ايه النهارده؟ رايحين عند خاله اصلي مش عارفه عاملين لنا ايه؟ جروب اصحاب، طب ما تيجوا نتجمع عشان نشوي مثلا يعني. الشباب لما بيجوا يخرجوا مع بعض هناكل فين النهارده؟ هناكل في المكان الفلاني ولا المطعم الفلاني؟ ولا ده انا عرفت لكم واحد جامد جدا بيعمل سندوتشات خطيره، سندوتش ديناميت كده بقى مش عارف حاطط ايه على ايه؟ كل حاجة عندنا بقت مرتبطة بالأكل. وطبعا من زمان يقول لك الطريق إلى قلب جوزك معدته، يعني فاكر هو وهي بس ودي النتيجة بدون كلام ولا نقوره. بس موضوع الأكل ده في كل حتة في العالم، يعني الناس بتتجمع في أي حتة في العالم على الأكل. اشمعنى ليه الأكل هو اللي بيتجمع؟ لا بس احنا عندنا في مصر، عندنا في مصر الموضوع زيادة، هو الشرق الأوسط الموضوع زيادة كله. مش بس في مصر، لكن في العالم كل موضوع الأكل ده أساسي، يعني حتى في الأعياد والحاجات المختلفة بيبقى في أكلات معينة الناس بتتجمع عليها. أنا بشوف لأن الأكل هو لحظات سعادة، يعني مش لحظات ما يعني في أكلة اللي هي إيه أنا باكل وخلص عشان عندي شغل، مش هي دي اللي إحنا نقصدها. لكن بقصد لما بنعمل عزومة أو نتجمع أو بتاع ونقعد ناكل مع بعض أكلة مختلفة، أكلة جميلة، مش غريبة دي؟ الأكل سعادة؟ مش عارفة الكلمة مش بالنسبة لنا مش جميلة، يعني إيه الأكل سعادة؟
ايوه الاكل لحظه من لحظات السعاده، ما بتكلمش على الفرح، الفرح ده حاجه لا ما انا عارفه يعني الواحد، انا بتكلم على السعاده الوقتيه. اه الاكل بالنسبه للناس والتجمع حوالين الاكل ده، حوالين الاكل ده بيبقى لحظات من لحظات السعاده. واحد ممكن يقطع حته كده ويدوقها وبيتذوق مبسوط من طعم الاكل، يعني بيقول لك الله الاكله دي حلوه قوي، اللي عملها ده شاطر جدا، بيتذوق. وفي ناس بقى بتلاقي متعتها في الاكل، في ناس لما بتزعل أول مكان تجري عليها هو التلاجة، يعني اللي هي بتحس إنها بتفضي الشحنة السلبية والغضب بتاعها في الأكل. وفي ناس لما تبقى مبسوطة قوي تاكل، في أيوة ناس وهي قاعدة بتفكر قاعد قدام التلفزيون يكتشف إن الطبق اللي هو كان حاطه ولا الصينية بس خلص. لا ده بقى مش لحظات سعادة، يعني اللي أنا بقصده التجميعة والقعدة، وهات يا ابني مش هات هنا، في على فكرة فلان ما خدش الطبق بتاعه هاتوله بتاع، يا عم كل يا عم إن شاء الله مش عارف إيه تاخد دي، روح التجمع الحلو. فهي اللحظات بتبقى لحظات جميلة، يعني سواء الأسرة العيلة الصحاب تبقى حاجات جميلة، وتلاقي الناس وهي قاعدة بتاكل مثلا في مطاعم ولا راحت بتاع، لما فعلا قاعدين مبسوطين، فاهم ازاي؟ فالمجموعة بتبقى حاجة جميلة يعني. بص افتن كالعادة يعني، بس مش على اسحاق، مش على اسحاق افتني، مش اسحاق، بس هو حد من زمايلنا يعني، فكان من زمايلنا ومش هنقول ان هو المخرج بيقول ان هو لوحده بياكل 10 رغيف. لا لا مش المخرج، انا كنت شافتن عليه على فكرة، مش المخرج صدقني، انا كنت شافتن عليه، بس حد من اصدقائنا بيقول ايه، ان هو مراته كانت حاطة فرخة وقسماها، فهو يعني محدد لنفسه انه هياكل نص الفرخ، عاملين تقسيم استراتيجي يعني. فهو كل الفرخه كلها وبعدين هو سرحان، فمش عارف ان هو اكلها، فقام يدور على النص التاني بيقول لها هاتيه، فبتقول له انت اكلت، فهو مش مصدق، يعني هو بيدور، طب يمكن انت ما جبتيش غير النص حطيتيه، هو سرحان وهو بياكل، لدرجه يعني هو بيقول ايه، انا لولا ان انا عارف ان الولاد في اليوم ده مش متغدين معايا كنت شكيت ان هم كلوا، انا مش حاسس يعني. الواحد ممكن ياكل وبيفكر، ده اللي اقصد بيه، ده مش حلو. انا بقول لك ده مش لطيف، لا بالعكس، احنا بنستثمر وقت الاكل ده ان هو وقت التجميع، عشان كده تلاقي اكتر اسر مرتبطه ببعضيها، يعني الاسر اللي تلاقيها مرتبطه ببعضيها بشكل قوي جدا هي الاسر اللي بتقعد مع بعض تاكل، عشان احنا عندنا العيش والملح يعني. ايه احنا عندنا العيش والملح، حاجه اللي بتربط حتى العلاقات، فكره انا بقول لك العلاقات نفسها، تلاقي اللي بيقعدوا ياكلوا مع بعض كتير ما بينهم علاقات حلوه، حتى ايه لما واحد فيهم يزعل من الثاني يقول لك خان العيش، يعني خان القعده الحلوه انا بتاعتنا، اكلت في بيتك انا وكانها ايه حاجه كبيره ان انا اكلت في بيتك يعني. فموضوع الأكل، فانا عشان كده بقول لك الاكل ده لحظات سعاده حلوه وجميله ان احنا نستثمرها في ان احنا نقعد مع عيالنا ونقعد مع اولادنا ونقعد مع الناس حبايبنا. دي بتبقى حاجه جميله. لكن السؤال بقى اللي انا عايزه، لا استنى قبل السؤال، هو ليه برضو احنا عندنا هنا في مصر لما ما دقش فيك على الحاجه يعني، وانت متجمعين مع لازم تاكل، واقعد احلف عليك 100 يمين لازم تاكل، لو انا ما عملتش معاك كده ابقى انا شخص مش كريم، تعدمني أيوة. لا تاخد دي، لا ايوه بالظبط كده. الاجانب بقى لو ما عملش معاك كده وقدم لك حاجه تاخد وانت مكسوف وانت جعان جدا على فكره او نفسك في الحاجه دي، فليه تقول له لا شكرا اوكي يعني ادي لايك وروح شايلها، تقول استنى تعالى انت صدقت ولا ايه؟ سيروا بلدنا نقول شكرا وتقول لي لازم تاخد، ونقول على ده انهم مش كرماء، وان ايه طريقتهم الصعبه دي. فانت تشوف عندنا هنا شويه عادات يعني اللي هي بقت تعدمني وعشان خاطري عشان تكسر الاحراج يعني، فانا هبقى مكسوف، انت هتجيبي اكل فانا هبقى مكسوف، لكن انت لما تقولي ده انا جايبه لك مخصوص، ده مش عارف ايه، ده لا لا لازم تقعدي تبرري لي فكره ان انا اقعد اكل يعني، دي حاجه كويسه وانا اعمل فيها، ما انا لسه واكل يعني امبارح، فمش مشكله. احنا ما بنتقبلش بقى طريقه الناس اللي من بره مجتمعنا اللي هي لا لا عايز اتفضل مش عايز، تمام. ايه رايك بقى، انا بحب الطريقه بتاعتنا اكتر، لا تشرب حاجه، لا لو قلت له لا فخلاص قاعد كمل معاك، مش لا 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 لازم تشرب، لازم، ده انت اول مره تدخل بيتنا تشرب ايه، ما ينفعش تقعد من غير القعده بالمشاريب، عندنا ساقع وسخن، تشرب ايه، نقعد بقى نخيره ونعمله، وهو يقول برضه مش هشرب فروح نجيب، نقول له لا بص اهو خلاص بقى الراجل جاب، حتى لو ما شربهاش بننبسط قوي، احنا حاطين الصينيه وفيها الحاجه، وبحس ان ده كرم الضيافه. انا بحب، تخيلي بقى، انا بحب طريقتنا المصريه اكتر من طريقه الاجانب في القصه دي، لا دي حاجه لطيفه. انت يعني السؤال بقى أيه. بس من غير احراج يعني، مين بيطبخ احسن الست ولا الراجل بصراحه؟ يعني على مستوى المهنة ولا البيت؟ أصلها تفرق. لا هي على مستوى المهنة الراجل يكسب. لكن هل في حد من أصدقائنا ممكن يبعتوا لنا دلوقتي على الفيسبوك يقولوا لنا، أو هي تقدر تقول أنا جوزي بيطبخ أحلى مني في الحاجة الفلانية؟ تقدر تقول كده؟
تقدر المفروض يعني انها تقدر. انا هقول لك على حاجه، بس الاول نقول للناس ان احنا فتحنا الموضوع ده معاكم بمناسبه ان امبارح كان اليوم العالمي للطهاء او للشيفات، ودعوه منهم للناس عشان ياكلوا اكل صحي. طبعا الامراض السمنه والامراض المتعلقه بالاكل والكوليسترول وامراض السكر والضغط والفاست فود اللي انتشر في العالم كله، كل دي حاجات طبعا اثرت على صحه الانسان، وحتى الاطفال دلوقتي بقت نسب الاصابه بالامراض دي بقت كتيره جدا وعاليه جدا، ومش في مصر بس ولا في الدول العربيه بس، لكن انا بتكلم بشكل عام. فبمناسبه اليوم العالمي للطهاء او للشيفات بيقدموا دعوه للاكل الصحي. الاكل فن، الاكل مزاج، طريقه الطهي مش مجرد اكل حطيتها على النار، لكن درجه الحراره اللي بظبطها على الحاجه دي فن. بعمل ايه نوع البهارات والحاجه التوابل اللي انا بحطها على الاكل دي فن، بحطها بنسب قد ايه، وايه النوع اللي يتحط على الاكل دي، وايه النوع اللي لو انا حطيته يغير طعمها، يعني ده فن. فاحنا طبعا يعني ده اللي اسمه الجندي المجهول اللي بيبقى على السفره. طب اقول لك على حاجه ثاني بقى، اقول لك على حاجه ثاني. اوقات تبقى اكله بسيطه، انا مش بافور ولا بقول حاجات خزعبليه يعني. ممكن تبقى اكله بسيطه بس اشعر ان هي معموله بحب، بتبقى طعمها حلو. بدليل تروحي عند تيتا مثلا، او لما كنت تروحي عند تيتا كانت تبقى عامله لك اكله بسيطه خالص، يعني اي اكله هي عندها في البيت بتعملها، بس كنت تحس ان هي طعمها حلو، بتستطعميها يعني، بتحس كده ان هي اكله جميله. تمام، تقعدي تدوري طب اشمعنى الاكله الجميله دي، وبعدين هي تيتا دي ما بتعرفش تحط على الاكل غير ملح وفلفل. أيوة. وممكن كمون، فيعني الكمون ده طبعا في حاجات قليله خالص، لكن معظم الاكل هو ملح وفلفل. ما تعرفش يعني ايه بهارات بالمناسبه، ما تعرفش يعني ايه، مش عارف هات عود ايه وهات القرفه والقرنفل واعملهم فين، بس تعرف تطبخ بالسمنه البلدي، تعرف تسبك الاكل زي الطرق بتاعه الناس بتوع زمان. ما اعرفش هي يمكن الروح اللي بتعمل بيها الحب اللي ممكن طريقه بيها. تقديم الاكل نفسه، وطبعا ما ممكن ما يبقاش فيه طبق الصيني واللي مش عارف ايه، لا وبتاع لا ايه لا. الاكل اللي يعني اطباق اللي هي العاديه خالص دي اللي كان فيه صاج وفي الالومنيوم وفي استانلس وفي مش عارف ايه بتاع، بس تلاقي الاكل يقول لك ايه، ما فيش احلى من اكل جدتي. فتحس كده ان في اكل لما يبقى معمول بحب، ما اعرفش يمكن انا بقول ده التعبير، بس يمكن في طريق يعني، ممكن يكون في اسباب تانية انا ما اعرفهاش، بس كان الاكل بيطلع حلو. في راجل كده زي مش فاكره كان اسمه ايه المسلسل بتاع اشرف عبد الباقي، وهو طالع على السلم لبيته كان شامم ريحه الاكل بتاع مرات الحارس بتاع العماره، بيشتهيه يعني، ويطلع يلاقي المدام طالبه كل الاكل دليفري، فاللي هي طب ايه يعني، فهي تقول له انا اديت الاكل اللي انت كنت جايبه لمرات البواب وهي طبخته. يعني هي الفكره المهاره بتاعه الحاجات البسيطه اللي ممكن تستخدمها، بس ممكن تبقى حاجات صحيه. طبعا الاطباء في الفتره الاخيره قالوا ان الطبخ بالسمن البلدي مفيد على فكره وصحي غير حاجات تانية كتير، لكن المهم نقدر نستخدم النسب صح ازاي اللي احنا بنعملها. كان في يمكن صديقه كده اتكلمت ان بتحلم تعمل اكاديميه طبخ للاطفال، تعلم الاطفال، وانا شفت الفكره دي حلوه جدا، عشان البنت لما بتكبر وتبقى خلاص يعني على سن على وش جواز ولا بتتخطب، ويجي خطيبها يروح يتعزم عندهم في البيت، فتقول بص السفره دي كلها هي اللي عاملاها لوحدها. طبعا بعد الجواز بيشوف حاجه تانية خالص غير الحقيقه، نوع من الحقيقه يعني، نوع من المجاملات الزياده، نوع المجاملات. بس هي بالعكس، احنا ليه ما يبقاش بدل ما هو كلام الواحده فعلا تعلم ولادها، ولد وبنت مش البنت بس، دي مش محتاجه اكاديميه، مش محتاجه اكاديميه. لا بتكلم هي فكره عايزه يعني، زي زمان في المدرسة كان في حصة التدبير للبنات اللي بيعلموهم أبسط المنزل. يعني ممكن عندنا في البيت نعمل كده يعني، عارفة الولد يعمل ما فيش يعني، هيعمل مثلا بس بيض مقلي ما يعمل بالظبط، فاهمة ازاي؟ هيسخن حاجة ما يسخن، يقول لك أصله ما عرفش وشرارة إيه وبتاع، ما هو لو هو الولد مستوعب، لو 6 سنين 7 سنين هيستوعب عادي يعني، ما تخافش عليه، ولو اتلسع كده مرة، المرة الجاية مش هيتلسع على فكرة. بكرة وبعده ابنك ده، أنا بتكلم بقى على الولد، ممكن يبقى مغترب لما يدخل الجامعة، ممكن يسافر بره يشتغل ويبقى لوحده لسه مش مرتبط، فجميل إنه يبقى حد بيعتمد على نفسه بيعمل حاجة حلوة. قولوا لنا بقى كل واحد في بيته بقى، مين اشطر الراجل ولا الست، ومين علم التاني؟ يعني هل انت كنت شاطر في الطبخ ومراتك نص نص وتحملتها لغايه لما اتعلمت، ولا انت كنت اشطر وعلمتها
ولا انت علمتي جوزك ان هو يساعدك؟ وايه اكتر المواقف اللي عملتوها وبتعلموا اولادكم كمان الطبخ ولا لا؟ تمام. ناخد بعض التعليقات الجميله. اكونت اسمه كسادي عزيز بيقول ما اقدرش اقول ان الست غير ان الست بتطبخ احسن عشان مراتي قاعده جنبي. شكرا شكرا. عشان مراتك قاعده جنبك ليه بس كده؟ كمل الجمله. ساندي بتقول اكرام الضيف واجب في مصر، وبتقول كلام حلو قوي ليا انا وهبه، شكرا ليكي مرسيل ذوقك. توتا ماهر بتقول بخصوص الاكل جوزي بيعمل طاجن لحم احلى مني، وكل العيله بتشهد بذلك مع ان انا اللي معلماه. بس هو نفسه بقى وكده. ميرفت مقار، استاذه ميرفت بتقول مش كل الناس بتعمل كده، وجه قبل ناس كرمه خالص ولازم تاكلي حتى لو شبعان. انا كان عمي يجي عندي يقول جوزي انت كرمك يغيظ يا اخي. يعني انت لو رحت الصعيد، لما بيروح الصعيد انت لو ما اكلتيش كانك يعني هنتيهم. بتهنيه طبعا في البيت. يعني ازاي تيجي بيتي من غير ما تاكلي اهانه؟ فانت تضطر تاكل. لسه واكله، ناكل تاني. ايوه. لا، عشان الناس بتحس انك ممكن تبقى يعني مش بس محرج ولا مكسوف ولا شايفهم انهم مش قد المقام، ناس بتحسبها كده، لكن تشمر كده وتنزل معاهم بتبقى حاجه بتفرح الناس. يا مدام ميري صباح الفل. نسيتوني يا حبايبي؟ لا لا، صباح الفل عليك. فل. انا بصب على الثنائي الجميل. ربنا يخليكي. شكرا. ربنا يخليكي. صباح الفل. استاذ اسحاق والاستاذه هبه، انتوا ثنائي جميل وانا بحبكم قوي. صباح الفل عليكي. لما شكرا. ربنا يخليكي، ده كلامك فوق راسنا يعني. ميرسي. قولي لنا بقى في موضوع الطبخ مدام ميري، يعني مين اشطر، الراجل ولا الست من وجهه نظرك يعني؟ هو كحاجه مهنيه بدون شك الراجل. تمام. لكن في البيت تبقى الست. اشمعنى مهنيا يبقى الراجل اشطر يعني؟ ايوه. ليه يا مدام ميري؟ هو خلاص هو متدرب على كده يا اسحاق. حياته كلها بيطلع بيقرا بيشوف قنوات اجنبي، بيشوف هنا بيشوف هنا، لكن الست اصلا متفرغه للبيت وللولاد. صحيح. الراجل اللي بيبقى يعني بيتقبل ان مراته تقول له طب ما تقف معايا وانا بعمل الاكل، طب ما تقطع الصلاه، طب اقول لك ايه، طب ما تقلب الرز، الحاجات الحلوه دي كده اللي بتحصل يا مدام ميري. لا حبيبتي عادي، هبه الحياه مشاركه يا ماما عادي طبعا. المشكله لما ابني يدخل يساعد مراته في البيت ابقى سعيده وفرحانه قوي، لان باباهم الله يرحمه كان بيساعدني في البيت، فدي مش طبعا. صحيح. وزي ما حضرتك اتعودتي وزي ما شاف في البيت بيطلع هو كمان كده. طبعا اكيد طبعا. بجد بجد انا بحبكم وسعيده ان انا كنت معاكم. ربنا معاكم. ميرسي جدا لذوق حضرتك. شكرا ليكي ولمشاركتك. الواحد زي ما بيشوف في البيت بيطلع يبقى كده. بس هقول لك على حاجه، الراجل لما مراته بتقعد تقول له اقف جنب الحاجه بتاع اعمل كذا مش عارف ايه، يعني تقريبا بياكل نص الاكل لغايه ما بتاع. صدقني هي بتبقى مبسوطه. ايه؟ بتبقى مبسوطه. طب خلاص يعني قولوا لي انتوا يا ستات، قولوا لي رايكم. يعني الواحد لما بيبقى واقف جوزك جنبك بيساعدك وانت عارف هي بتعمل ايه، هي ده ممكن هي اللي تاكله وتدوقه. يعني بقول لك ايه، طب ما شفتي كده محتاجه ملح ولا لا، ما تدوق مش عارفه ايه استوى ولا لا. ما بتحبش اصل تدوق الاكل قبل ما يتحط على يعني قبل ما يتحط. لا بس ده ممكن الست، الرجاله بتحس انت لسه قايل بتحب تدوق، وعلى ما نطلع الطبق تكون خلصت نص الطبق. تقريبا لما بيجي وقت الغداء بيبقى خلاص اتغدى يعني. طب نكمل بقى نشوف آرائكم. فينا صبحي بتقول صباح الخير اسحاق وهبه، احنا طبعا اهم التجمعات بتبقى على الاكل لانه بيدي سعاده، وكل واحد بيعمل اكله هو شاطر فيها او معتقد انه بيعمل الاكل لو او ما فيش حد بيعمل زيه، ونتبادل بقى نتبادل ايه، ثانيه واحده بقى عشان حد ونتبادل بقى التريقه على اكل بعض. طبعا بيبقى هزار لكن بتبقى اوقات جميله جدا الحقيقه، وفعلا زي ما اسحاق قال هي لحظات سعاده بنعيشها مع الاكل والاقارب على الاكل مهما كان طعمه. بالنسبه للسؤال، الاغلبيه ان الستات هي الاساتذه في الطبخ، هو ده مش مهم الاكل طعمه ايه، لكن حتى لما بيتريقوا على بعض بروح حلوه بيبقوا متقبلين، وكل واحده على فكره بتعمل اكله بتبقى شايفه ان مفيش حد بيعمل زيها. انا بعمل مكرونه بشاميل، مفيش حد وعمرك ما تدوق اتنين بيعملوا صينيه مكرونه زي بعض. صح. ابدا. برافو عليكي. رغم الطريقه واحده. ايوه صح. يعني ممكن انا اسال واحده اقول لها او اسال ماما مثلا، يعني اكيد الستات جربوا ده، والبنات اللي لسه متجوزين، ماما عايزه اعمل صينيه مكرونه اعمل ايه، بصي حبيبتي حطي دي على دي واعملي كذا، وتديها الطريقه وتكتب بالوصفه بتطلع طعمها حلو، بس عمرها ما هتطلع زي بتاعت ماما. والرز برضو على فكره يعني برضو بيختلف من الرز ده اسرار لو سمحت. الرز ده سر. الرز ده من اسرار الطبخ العظيمه يعني.
بس هناخد برضو ناجح فهمي بيقول الراجل افضل في كل شيء طبعا. ليه بس كده؟ ام رفائيل ماجي بتقول انا جوزي بيعمل بسله باللحمه جميله وعندي اولادي شاطرين في المطبخ ربنا يخليهم لك. استاذه ازيز بشاره اسحاق ده حضرتك اللي جميله وحفيدك يبقى احلى مني 100 مره يعني. دياكون جوزيف بيقول الاكل سعاده انا بحبه وبعرف اطبخ حلو جدا وبقدر اميز جدا من جوده الاكل وجودته طازه المحتويات اللي في الطبيخ. تعلمت الطبخ من 31 سنه من شيف محترف وكان معايا في السكن اول ما وصلت امريكا. ويمكن زي معظم الناس اللي هاجروا خاصه لما هاجر كشاب قبل ما يتجوز كلهم بيعرفوا يطبخوا حلو. ايوه كلهم. ليه بقى يعني؟ هو مضطر انه يخدم نفسه فبيتعلم. حتى لو قضاها مطاعم في الاول بيتخنق يعني. خلي بالك اكله المطاعم دي بعد فتره الواحد بيتخنق منها. صح صح جدا. وبيستنى حتى اي اجازه او مره بيرجع فيها يبقى ملهوف على حد يقول له تعالى اكلك اكله بيتي يعني. معانا مدام ماريا من المنيا. صباح الفل. صباح الخير. صباح النور. اتفضلي. استاذه مايا. ايوه اتفضلي. لما اقول لحضرتك ابويا عنده 75 سنه استاذ عميل يعمل السمك ده ما فيش واحده ست تعمله. الله. يعمل البرنجان دوا برضه وقعد وحدي في البيت. هو من زمان يا مريم مزاجه كده في الاكل. ايوه وحتى والدة عايشه برضه هو كان يعمل الاكل دوا هو. طب وماما؟ ماما توفت. ماما نفس الفكره. نعم. سلمينا عليه يا مدام مريم ربنا يخليها لكم. استني مريم بابا علمكم يعني؟ انتوا كنتوا بتقفوا مع بابا كده وهو بيعمل الاكل بتتعلموا منه ولا ايه؟ ولا اجتهدتوا لوحدكم؟ نعم. مريم ممكن توطي التلفزيون؟ ماشي. يا مريم. ايوه وطي التلفزيون من فضلك. يا مدام مريم انت اتعلمتي بقى من بابا الاكل خلاص. مدام مريم زعلت. بس بابا عنده 75 سنه ونفسه تحفه في الاكل. قلت لك عايش لوحده ومع ذلك هو اللي بيعمل الاكل لنفسه. دي حاجه عظيمه جدا يعني. بالظبط يعني. على فكره هي دي فيها اصرار يعني. يعني عارف روح ان انا عايز افضل واقف على رجلي وانا اللي اخدم نفسي وانا اللي يعني. دي بتدي روح معنويه عاليه للواحد. حاجه حلوه جدا بالزبط. يعني يعني انا بشوف حتى اللي بيطلع معاش او اللي هو يعني خلاص اكتفى من الشغل ويساعد في البيت دي حاجه حلوه جدا على فكره. ويقال يعني ان دايما عمر الست اكتر من عمر الراجل يعني. لان الست طول الوقت بتشتغل يعني حتى لو ما بتشتغلش بفلوس لكن بتشتغل لبيتها بتشتغل في الاكل فبتتحرك فبتروح فبتيجي وتشيل هنا وتعمل هنا فده بيديها حياه طول الوقت وبيديها طاقه طول الوقت فدي حاجه جميله جدا يعني. بص سومان كوريوس يعني صديقتنا بتبعت لنا من استراليا بتقول صباح الخير هبه واسحاق. انا طبعا وحشتني العيله في مصر على ترابيزه السفره. بالنسبه لي انا في استراليا اصحاب ولادي لما بيجوا عندي عارفين انهم لازم مش عارفه لازم ايه لكن كلهم عارفين انهم لازم ياكلوا اكتر وفعلا بيسمعوا الكلام وبياكلوا زياده زي ما انا عايزه وفعلا بيكونوا مبسوطين يعني. لسه عندها الروح بتاعه مصر هنا اللي هي لازم اعزم عليهم ولازم تاكلوا ولازم تاكلوا زي ما انا عايزه. فاكيد صدقوني اللي حاسس بقيمه الكلام ده الناس المتغربين بره مصر. المصريين بره مصر يعني هم كرمه جدا وبيجمعوا بعض على فكره في الكنائس او في اي مكان ويقعدوا يعملوا الاكل المصري الجميل وهم ممتعين يعني. استاذه وفاء كامل بتقول ان هي بتبعت لنا بس احنا مش بنصبح. صباح الفل عليك يا استاذه وفاء ويومك جميل يا رب. احنا نستنى نقرا كل تعليقاتكم بس عشان نبقى متفقين يعني. حتى بس هو اللي ضيق الوقت لو ما قدرناش نقرا او نصبح على البعض منكم لكن بشكل عام صباح الفل عليكم يومكم كله سعاده. لكل تعليق يعني ليكم مننا كل احترام وتقدير. ناخد مدام ناديه. صباح الفل. صباح الخير. صباح الخير يا مستر. صباح الخير. اتفضلي. صباح الخير على الصحه. صباح الفل مدام ناديه ازي حضرتك؟ الله يسلمك. انا من الصعيد يا استاذ سحاب. اجدع ناس. احسن ناس. انت الاحسن. انا حبيت فيك ان انت والمدام هبه ان ما تحكوا على الصعيد والناس الوطنة. لا ده الصعيد دول اهلنا على راسنا واحسن ناس. هي احسن حاجه يا استاذ سحاب اللي في الصعيد الاصاله ان هي تمسك وتثبت في اللي الضيف اللي جاي عندك. صحيح. ايوه.
ايوه ايوه طبعا، دي الاصاله والكرامه اللي فينا. مش مادام هبه بتقول لك بره لما بتمسك في حد مره واحده يقول لك اتفضل، ما خلاص بقى خدت خلاص، ما عادي بتوع بره دول مالناش دعوه بيهم، احنا نثبت في الناس. انتوا الكرم كله يا دنا. شكرا يا استاذه طيب. انا معايا برضه جوز بيطبخ معايا، يطبخ بطريقه هايل جدا. ايه احلى اكله بيعملها مدام ندي؟ بيعمل لنا احسن اكل لما بيعمل هو كل حاجه تفرفيه. كله حلو صدقيني، يقعد في المطبخ بامانه يكمل حاجه ويطلع لنا اكل، يعني يعمل اكلات صعبه. يعني مثلا لسه كنت بتكلم على صينيه المكرونه بشاميل المحشي. لا ما لسه في المكرونه بشاميل صعيده. ما طب المحشيات الحاجات اللي طبيخ لحمه فراخ بسرعه وملوخيه خضراء ومكرونه ورز. الله عليك، حلو قوي. جوعتينا يا مدام ناديه. يا مدام ناديه انا جعت. اتفضل اتفضل يا استاذ سعيد، نجيب لك اكل لحد عامر. بس ده اكل، ده اكل غدا مش فطار يا سعيد. اول مره اتصل بيكم. ربنا يخليك يا نورتينا. اتصل بيكم في حياتي. نورتينا. تكرر تاني. كلمينا على طول. سلام عليك يا استاذ. شكرا. سلام عليك يا استاذ. وانا برضه ست بيت شاطره. الله عليك، بتعملي ايه الحاجات؟ ايه اكتر حاجه بتحبي تعمليها؟ انا معايا خمس عيال، اربع بنات وواد واحد. ربنا يخليهم لك. متجوزه منهم ثلاثه. لما بعزمهم عندي كيان اجازتهم بقى اشوف احلى اكل بيحبوه، ونعمل ونتلم مع بعضنا ونبقى مبسوطين جدا. ربنا يخليهم لك ويديك الصحه وتعيشي وتعملي لهم حاجات حلوه. بنشكرك جدا يا مدام ناديه. طيب بص بقى، أندرو بيقول أنا أعمل أي أكل أي ست ما تعملوش. إيه الثقة، إيه الثقة الكبيرة دي يا أندرو؟ بس أتمنى إن إحنا ندوق يعني عشان نقدر نحكم. بقى في برامج دلوقتي متخصصة في موضوع الطبخ، مش بس الشيف بيطلع يعمل طريقة أكلات معينة، لكن مسابقات الطبخ. بيبقى اللجنة كده والواحد بيعمل الأكل وبعدين ياخد الأكلة بتاعته ويعدي على لجنة التحكيم عشان تدوق وبعدين تقول إيه أحسن أكلة او ايه اجدد اكله او ايه احسن توابل. ما اعرفش طبعا المقاييس اللي هم بيحكموا فيها او بيها، لكن حتى الاكل دلوقتي بقى بيدوق. فكرتيني فيلم هنيدي. أيوة. بده دوق. بلاش قال له بده دوق. نشوف طلبات التبرم. انا حاسه اني جعانه مش عارفه ليه. عايزه افطر. طيب احنا اتكلمنا على اكلات تقيله كلها للغدا. طب يا جماعه ابعتوا لنا افكار للفطار طيب لو سمحتوا. طيب مطلوب متبرع بفص كبد فصيلة الدم او او بي، السن من 18 ل 40 سنة، يكون خالي من الأمراض وخصوصا السكر والضغط. أرقام التليفون 0122-562-9416. مطلوب متبرع بكولا فصيلة الدم او موجب، السن من 20 ل 35 سنة. رقم التليفون 0100-852-6999 او 0122-497-5660. مطلوب متبرع بكل فصيلة الدم او او ايه، السن من 25 ل 45 سنة. رقم التليفون 012-00-744-552 او 012-00-744-559. مطلوب متبرع بكل فصيلة الدم بي موجب او او موجب، السن من 25 ل 40 سنة، يكون خالي من الأمراض. أرقام التليفون 012-00-718-8406. مطلوب متبرع بفص كبد فصيلة الدم او موجب او او سالب، ايه موجب او ايه سالب، السن من 21 ل 40 سنه ويكون خالي من الامراض والفيروسات. رقم التليفون 012-851-7173. ويا رب بالشفاء للجميع. يا رب بالشفاء للجميع. ولسه معاكم، نخرج لفاصل قصير ونرجع واهم الاخبار، خليكم معانا.